افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مشروع تطوير قرية باب الأحرار. أشار المحافظ إلى أن مشروع تطوير القرية يضم افتتاح مدرسة ووحدة صحية ومركز حرفي لتصنيع الكليم والسجاد اليدوي لتوفير فرص عمل للسيدات بالقرية، كما يضم أيضا إعادة التأهيل الشامل وتجهيز 40 منزلا وتسقيف جميع بيوت القرية، بالإضافة إلى توزيع 30 مركب الصيد يستفاد منه أكثر من 60 أسرة. التطويرات تمت في كذا موقع من المواقع. في البداية احنا عملنا مدرسة ابتدائي كاملة بغرف كاملة، وعملناها فيها 2 فصل لذوي الهمم، بالإضافة إلى وحدة صحية فيها 3 عيادات متخصصة كاملة، بالإضافة لتطوير 40 منزل، والتطوير بمعنى أن المنزل من الألف إلى الياء تم تطويره وتم فرشه ببعض الأساس ده في الأد. وفي حاجة تانية كمان، احنا بالإضافة أن احنا وفرنا 33 مركب صيد يستفيد منها عدد 66 أسرة. كل الكلام ده في التطوير ولسه ما كملناش. مش هننسى أن احنا عشان نوصل للمكان ده الطريق بقى مرصوب بالكامل.